هلو، معاكم سلمى متولي، ميك اب ارتست اند فاشن بلوجر. النهارده عايزه اكلمكم عن الموضه بتاعت اللبس في الصيف، وكمان الموضه السنه دي اكتر. يعني في حاجات كتير قوي اللي غيرت برضو الستايلينج في طريقه اللبس، سواء لبس الصبح او لبس بالليل او اللبس واحنا رايحين الجامعه. في حاجات خلاص بقينا بنحس انها شويه راحت عليها، يعني زي مثلا السكيني جينز ما بقاش مريح قوي في اللبس، وما بقاش شكله ترندي، وما بقاش شكله شيك يعني زي الأول. دلوقتي الموضة في الكاجوال أو اللبس بتاع الجامعة الصبح ان احنا نلبس واسع في واسع، ودلوقتي كمان أكتر حاجة أنا بحبها هو اللبس الواسع. فاللبس الواسع معانا الصبح في الجامعة هو أنسب حاجة لأي بنت. اولا اللبس زي مثلا احنا نلبس شميز واسع الصبح، برضو بقت موضه قوي ان احنا نلبسه على بنطلون واسع، برضو ان اللبس كله يكون واسع في واسع، دي احلى حاجه دلوقتي. غير ان هي موضه هو اريح، وهتحسوا براحه مش طبيعيه وانت لابسه لبس واسع في واسع. كمان مع اللبس الواسع الالوان الفاتحه في الصيف احلى حاجه، غير طبعا الالوان الملونه انها طالعه موضه انا عارفه، بس الالوان مثلا هنلبس ابيض على ابيض ده دلوقتي موضه قوي، او ان انت تلبسي الاوتفيت كلها لون واحد زي مثلا اللون البيج الصبح في الجامعه، ده برضو حلو قوي. كمان الماتيريال اللي بتلبسيها الصبح بتفرق، يعني لو انا لابسه شميز لو لبسناه مثلا زي الخامه بتاعه الكتان بيبقى حلو قوي الصبح معانا، بالاخص في الصيف. من الحاجات اللي طالعه موضه قوي برضو البنطلونات الجينز الواسعه، الوايد ليج اللي رجلها بتكون واسعه شويه من تحت، او الباجي اللي هو بيكون واسع من اول فوق لحد تحت. طبعا بنلبسه على كوتشي، كمان طالع دلوقتي ان احنا نلبسهم على سليبرز في الرجل بتبقى شكلها تحفه. ممكن البنطلون الواسع هو اللي اقدر عليه البس توب من فوق يكون ضيق شويه او قصير زي ما احنا عايزين، لان البنطلون احنا بنعتمد عليه ان هو يكون واسع. ما بقاش موضه خالص ان احنا نلبس حاجه ضيق في ضيق، او حاجه قصيره ضيقه على بنطلون ضيق، مش بتبقى اشيك حاجه. معانا كمان الالوان بقى اللي هي موضه دلوقتي في الصيف، زي الالوان الازرق الاورنج الاخضر الفوشيا، وكمان بنلبسهم على بعض، وممكن نلبس اوتفيت على بعضها كلها لون واحد ويكون لون فاقع زي الاورنج زي الازرق الاخضر مع الفوشيا، كمان دلوقتي بيتلبس كتير قوي. بس انا بشوف ان من افضل الحاجات ان انا دايما لو لبست لون فاقع احاول ان انا البس معاه لون تاني يكون اهدى شويه، عشان الاوتفيت يبقى فيها بالانس وتبقى شكلها حلو معانا. انا بالنسبه لي بفضل دايما ان احنا نلبس كوتشي على البنطلون الواسع او سليبر. خلاص برضو من الحاجات اللي ما بقتش موضه قوي ان احنا نلبس الجزم اللي هي الواطيه خالص، دي ما بقتش احلى حاجه دلوقتي. دلوقتي مثلا ممكن تلبسي ساندل كعبه عالي شويه على سكيرت. من الحاجات الموضه كمان السكيرتس الساتان، موضتها خطيره وحلوه جدا، وكمان بتتلبس في الشتاء على الهوديز بتبقى شكلها خطير. كده انا قلت لكم تابس بسيطه قوي عن اللبس في الصيف، او عامه السنه دي اللبس موضته شكلها ايه او عامله ازاي. يا رب تكونوا استفدتوا. كنت معاكم سلمى متولي.